القضاء على الإقطاع. واحنا نقول اول ما نخش المدرس كده نقوم نقف صغيرين كده، ما هي مدرسة؟ القضاء على الاستعماج واعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على مش اقعدوا نقعد. عمر مصر ما عرفت الإقطاع اطلاقا طول تاريخ. الإقطاع يعني ايه؟ يعني ان ياتي شخص يمتلك مساحة من الارض هي ومن عليها. هذا النظام اتوجد في اوروبا زمن سابق، انما عمره ما تعرف هنا. وده المترتب عليه تقاليد اجتماعية وتصورات معينة زي حق الليلة الاولى مثلا. ما هو ده النظام الاقطاعي. احنا عمرنا هنا سمعنا بالحدوتة دي اللي يعني في بنات صغيرين قاعدين، وانت عارفة انت مش صغيرة، انت عارفة ولا لا ان كان الشخص الاقطاعي من حقه ما سمعتش عن الأوبرا بتاعت زواج في جارو؟ في المجتمع الاقطاعي صاحب الارض ومن عليها من حقه ان يدخل على العذراء قبل من يتزوجها، اسمه حق الليلة الاولى. قد يتنازل عنه بس فيلم بتاع بريف هارت ولس هو ده حق الليلة الاولى. ايه خطورة اللي بنقوله دلوقتي؟ ان راح حطينا مبدا كذاب، القضاء على الاقطاع. واحنا لان ما بنضبطش دلاله كلمه الاقطاع راح مدمر الحياه الزراعيه في مصر اللي هي ما كانتش اقطاعيه ابدا. نرجع لماركس، انه لما تغيرت ادوات الانتاج في ثوره الاله او الثوره الصناعيه اصبح هناك تصور رأسمالي. وهنا زي ما قلت لكم مره من سنه كده بيحط كارل ماركس اهم نظريه عنده، واحده من اهم النظريات الاقتصاديه في التاريخ، وهي نظريه فائض القيمه. ومهما كانت الانتقادات اللي وجهت واللي احنا هنوجهها بعد شويه للفلسفه الماركسيه، الا ان نظريه فائض القيمه ظلت من النظريات العلميه الاقتصاديه التي يعني لم تنقد حتى الان. ايه النظريه دي؟ دلوقتي الموبايل ده ثمنه 10 قروش، انتاجه فعلا بيتكلف قد ايه؟ 2 قرش. والراجل اللي باعه كسب ايه؟ 1 قرش. يبقى دي 3. طيب السبعة دول راحوا فين؟ راحوا لصاحب رأس المال الأصلي اللي هو مش عارف نوكيا بقى ولا سين يعني. فكل ما بيتباع موبايل كل ما 7 قروش بينتقلوا إلى صاحب رأس المال، باعتبار أن هذا المبلغ هو فائض القيمة. مع الطفرة الكبيرة التي حدثت في أوروبا في الزمن في العصر الحديث والتأثير طبعا الثورة الصناعية والآلة والبخار وكده، حصل تراكم ضخم جدا. فاكرين الأفلام اللي كان بيعملها شارلي شابلن ومش عارف ايه، وازاي بيحولوا الناس الى وحدات كده ويأكلوهم كده عشان يلحق يشتغل؟ هنا قسم المجتمع الى طبقتين، طبقة صاحب رأس المال اللي هو عمال يعني ايه يحصل تراكم لفائض القيمة، وطبقة العمال اللي هي عمالة تنزل لانه بيتطبق عليها العقد والطلب، الآلة بتوفر ايدي عاملة كتير مش عايز هو. فانت كنت بتعمل الموبايل ده وبتاخد 1 قرش، دلوقتي تاخد 1 مليم، هتاخد، ما انت ما عندكش حل تاني. فأصبح المجتمع الرأسمالي في طبقتين متصارعتين، ولكن رغم انهم
متضادتين متصارعتين إلا أنهما معا يكونان المجتمع الرأسمالي. آدي المبدأ الخاص بتاع وحدة الأضداد وصراعها. طب إيه سلب السلب؟ قال إن تاريخ الإنسانية هو انتقال دائم لسلب الحالة السلبية. يعني الإنسانية بتشوف إن القتل وحش فتقول القاتل هيقتل. ليه؟ عشان تسلب الجزء السلبي، وسلب السلب إيجاب. يعني واحد بيعمل حاجة وحشة، كونه ما يعملش الحاجة الوحشة دي تبقى حاجة كويسة، مش كده؟ وبالتالي في المادية التاريخية بقى اللي هي انتقال المجتمعات من الحالة الشيوعية الأولى إلى الحالة الزراعية إلى الحالة الإقطاعية إلى الحالة الرأسمالية إلى الحالة بقى الاشتراكية اللي هو بيبشر بيها أو كان بيبشر بيها وما شافهاش، بيحكمها قانون سلب السلب. إنه مثلا الزمن الرأسمالي عمل طبقة بيسميها البرجوازية أو المستفيدين من الحالة دي. البرجوا دول عملوا قصور. لما تيجي الثورة بقى بتاعته الاشتراكية ما تهدش القصور دي، تعملها قصور ثقافة، تعملها مسرح، تعملها خدمات عامة، لأنه الغرض هو سلب السلب. إنما يظل المبنى ده جميل، مش لازم نهده، احنا نسلب الجزء السلبي فيه. القانون الثالث اللي هو الانتقال من التغير الكمي للتغير الكيفي. كارل ماركس راجل مادي جدا، مش مادي يعني بتاع فلوس، ده كان غلبان جدا وحالته بالبلاء. حتى ما كانش كتاب رأس المال ده اللي غير في تاريخ الإنسانية أكتر ما غير أي كتاب تاني. بيقول كارل ماركس إنه ما خدش فيه حق السجاير اللي شربها أو الدخان يعني كان بيشربها وهو بيألفه، اللي هو تلاقيهم كلهم كانوا 10 جنيه مثلا في الوقت ده، ومات فقير جدا. ولولا إنه فريدريك أنجلز كان بيساعده يعني وكده، كان غني شوية يعني وبيعمل معاه ويبعت له يعني حلة محشي مرة، ملوحة مرة، بصل أخضر كده يعني معيشه. هو خدوا بالكم ماركس ولد سنة 1818 وأنجلز فريدريك أنجلز 1820. خدوا بالكم من التاريخين دول عشان بعد شوية هيبقى لهم معنى. اشتغلوا هما الاثنين مع بعض وعملوا دراسات في أصل العائلة وكذا وكذا. بس ماركس طبعا عمل الطفرة الكبيرة بكتاب رأس المال وبالنظرية اللي احنا بنشرح فيها دي أو الفلسفة اللي احنا بنشرح فيها دي، اللي هي مادية جدا، يعني بتدي الأولوية للمادة للوجود الواقعي الفعلي مش للأفكار. أمال الأفكار إيه يا ماركس بقى؟ قال لك الأفكار دي السبستراكتشر. أمال المادة دي إيه؟ يقول لا دي الإنفراستراكتشر. يعني في كل مجتمع في بنية تحتية اللي هي بقى عدد السكان، الثروات الموجودة، المية، الطقس، اللي هي الحاجات الفعلية دي البنية التحتية للمجتمع اللي بينبني عليها مثلا الدخل العام للأشخاص، دي بنية تحتية، دي بتنتج أفكار بتسود المجتمع ده. الأفكار دي بقى دين، لغة، كذا كذا، دي كلها بنية فوقية. فالبنية الفوقية تتأسس بالضرورة على البنية التحتية. طب يا كارل ماركس ممكن المبدأ ده بلاش منه؟ يقولك لا لازم، مفيش حاجة اسمها بلاش. أصل كارل ماركس أنت كده هتدوس في الحلل،
الحلل ايه؟ مفيش حلل هنا، في حركة ذهنية مادية في التاريخ لفهمه والتنبؤ بمساره.